شكرا لسيادة الدكتور محمود محمد الشحومي من رابطة السادة الأشراف على هذه الكلمات الرائعة. جاء دور السيد الأستاذ فتحي البرقاوي، فليتفضل أستاذ فتحي. من أصدقائي الفقيد الراحل، ولديه مقترح يقدمه لكم في أقل من دقيقتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحق في محكم تنزيله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، وإن على ذلك لمن الشاهدين. أيها الجمع الكريم، أيها السادة الأفاضل، ذوي المرحوم وأصدقائه وكل الحاضرين، لن أستطيع في هذه العجالة أن أعدد مآثر المرحوم فقيدنا الأستاذ فيصل، ولن أستطيع أن ألملم شتات ما أريد أن أتحدث عنه أو أقوله، ولكن سأختصر كلمتي وأقول: اللهم خلص قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الرياء، واجعل كلماتنا خالصة لوجه الله الكريم. في الحقيقة أن السيد فيصل تحدث عنه الكثيرين بما فيه الكفاية، ولكن تغيب عنا الكلمات مثلما غاب الدمع وانحبس في مآقينا وسكن الحزن في أفئدتنا وفي نفوسنا لفقدان قامة كبيرة نعتز بها وبمآثرها وبما قدمته لكل الخير في المجال الرياضي. في الحقيقة اصطحبت أنا وياه فترة من الزمن وجمعتنا بعض الأحداث والملمات والندوات، مأثرة فيها كلمة قالها لي مرة، قال لي: أبدا لا تقل أنك الأفضل، دع كلماتك وأفعالك تخبر الآخرين بهذا. وكانت كلماته وأفعاله وكل ما قدمه ومآثره ورصيده الهائل هرما لن يستطيع أن يطاله أحد من العطاء المتواصل ومن الجهد بدون رغبة في الوصول إلى شيء ما أو منفعة دنيوية. السيد فيصل كان يؤثر الآخرين على نفسه، وكان يقدم جل جهده من أجل عمل متخصص اللي هو التوثيق الرياضي والإعلام الرياضي، وقال كل ما يريده بكل أمانة وصدق وحيادية. ولهذا السبب نحن ارتأينا، أنا الحقيقة كان المفروض نقول كلمة باسم جمعية عمر المختار، لأنه هو أحد المؤسسين معنا وكان عضو فاعل وكان دائما يسدي إلينا في النصح، ولكن سأترك الكلمة لزميل لي نائب الرئيس وتقديم الشهادة اللي أعدناها في هذا الصدد. ولكن الحقيقة أنا مصر على أن يكون للنعود عود على بدء أن كلمة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة والأكل بتاع الكلمات الطيبة ومآثرة نحن نبون يقدر خالدات في ذاكرة المجتمع وفي ذهنية الناس، ولكن لها أثر باقي مادي محسوس يلتمسه الآخرين ويهتدي به
وبمآثره، فإن نحن أنا أطلقت قبل هذا مبادرة لعمل ميثاق الشرف الرياضي، التنافس الرياضي الشريف عكس ما نراه الآن على الساحات، مطلقا ما لهش علاقة تماما بالتنافس الرياضي الشريف والتنافس البناء الخلاق اللي يصنع الدول ويصنع الناس والشباب والقيم والمآثر، حديث يطول فيه، ولكن ما نراه لا يمت بصلة تماما لأساسيات ومبادئ الرياضة ما فيها من خير وتعارف وود واحترام وغير غير غير غير. ولكن بهذه المناسبة الطيبة أنا أطلق مبادرة وقد تتبناها نقابة الصحفيين الإعلاميين أو وكالة الأنباء الليبية زي ما تحدثت أنا ورئيسها وبعض الجهات الداعمة والراعية، وتبقى حاضرة كل سنة باسم المرحوم فيصل فخري، اللي هي تكون جائزة التنافس الرياضي الشريف أو الإعلام الرياضي الشريف باسم النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، تقعد زي ما نقولوا درع وسام جائزة، وتكون مادية ملموسة تستفيد بها جهة أو شخص ما يستحق هذا الشيء، حتى يكون فيه تنافس من أجل نيلها، وبهذا نستطيع أن نحن ندير نوع من التنافسية الخلاقة بين قطاعات الشباب والأندية والرياضيين والإعلاميين والصحفيين. هذه ينال شرفها السيد المرحوم بإذن الله تعالى فيصل فخري. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللجميع. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اهدنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا معنا اليوم مؤسسة رياضية كبرى ليست ضيفا، إنما هي مؤسسة رياضية ثقافية اجتماعية وهي النادي الأهلي. وكلمة مجلس إدارة النادي الأهلي للسيد الناطق الرسمي باسم مجلس الإدارة سالم بقري. تقدم النادي الأهلي مجلس إدارة وجمعية عمومية ولاعبين قدامى ورموز بأحر التعازي إلى أسرة المرحوم فيصل فخري، هذه الأسرة الطيبة التي قدمت لهذا الوطن الكثير والكثير. ولعلي بشكل شخصي أحمد الله سبحانه وتعالى أن طال في أعمارنا حتى أصبحنا نتحدث عن هذه الأسرة الطيبة بما تستحقه من كلمات طيبة. قد يكون الله سبحانه وتعالى اختار من هذه الأسرة الطيبة الأستاذ فيصل فخري ليكون يعمل في الرياضة ويكون أرشيف لهذه الرياضة، وفي اعتقادي بأن كتب فيصل فخري هي الوثيقة التاريخية في الرياضة الليبية، وما قام به حقيقة الأستاذ فيصل فخري في 6 عقود من الاجتهاد، رغم ما تفضل به الأستاذ أحمد بشون الأستاذ أحمد بن سويد بأنه هو كان عضو في مجلس إدارة النادي الأهلي، لكن استطاع الأستاذ فيصل أن يكون حياديا في كتبه وفي عمله الإعلامي، وكان محل ثقة عند كل الأندية الرياضية. كتب فيصل فخري أعتقد أنها تكون من المفترض أنها تكون من الوثائق الرسمية في أرشفة الرياضة الليبية، التي للأسف الشديد لا يعمل أحد غير الأستاذ فيصل أعتقد في هذا الأمر، لأن هناك الكثير ممن قدموا للرياضة الليبية من جهد وعطاء، وللأسف الشديد لم توثق أعمالهم ولم يتم إنصافهم بشكل تاريخي طيلة فترة عملهم في الرياضة الليبية. فلا يسعنا في هذا المجال إلا أن نترحم على الأستاذ فيصل فخري، ونتمنى في يعني القادم أن نسمع بتكريم لهذه الشخصية الطيبة كما تفضل السادة من قبلي، لأنه يستحق التكريم ويستحق أن نذكره بخير، ولعل وجود هذه الوجوه الطيبة في الدعوة له بالمغفرة وأن يتقبله الله برحمته هذا أفضل تكريم، وشكرا لكم. أن جاء دور كلمة قبيلة المجابرة والسيد خالد عبد الله المجبري.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لعل كلمة تقال في المآتم وفي العزوات يقولها الكثيرون وتتردد في معظم العزوات أو في كل العزوات والمآتم، ولعلها تقال مجاملة أو حتى رياء إن صح التعبير، ولكنها في مأتم الأستاذ فيصل فخري أنا على يقين أن كل من قالها وقد ترددت كثيرا في هذا المأتم، وكل من قالها كان صادقا في قولها، لم يكن رياء ولم يكن تزلفا، بل قالها من صميم قلبه ومن محبته. من يعرفون وعاصر الأستاذ فيصل فخري يعرفون أنه تأخر في الزواج وكانوا يحثونه على ذلك، وكان دافعهم لذلك أن شخصية مثل الأستاذ فيصل في خلقه وفي عطائه وفي محبته لجميع، هذه الشخصية حرام أن لا يكون له ذرية تحمل اسمه وتدعو له وتواصل عطاءه وإن في غير مجال، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون له ذرية. هم الآن مشروع أطباء وسيعطون كثير في غير مجال. نتشرف نحن قبيلة المجابرة أننا نحن أخوال هذه الذرية، ونتشرف بمصاهرتنا للأستاذ فيصل فخري، وكان يقول أنه قد تشرف بمصاهرتنا. وأذكر في كثير من الأيام عندما ألتقي الأستاذ الشاعر الشيخ راشد الزبير أقول له كيف حال فيصل المجبري، يقول لي مجبري صحيح، وفي أحيان أخرى يقول لي أنتوا اللي نسألوكم عنه. نتشرف بأننا أخوال هذه الذرية. الأستاذ فيصل فخري هو للجميع. وفي كل الأحوال فإن علاقة المجابر بالسنوسية هي علاقة تاريخ وجغرافيا، شهدتها أرض تشاد والسودان ومصر والجغبوب والكفرة وجالو وبنغازي والكثير من المواقع وكثير من ساحات الحرب، ونحن نتشرف بذلك. نتشرف أيضا بكلمة قالها أحد السادة السنوسية، إن أخوتنا المجابرة لم يتركونا، لم يبتعدوا عنا في زمن كان القرب فيه منا يجلب المضرة ويجلب الأذى، ولم يبتعدوا عنا، ولا زلنا وما زال مشايخنا يحضرون كل يوم جمعة تلاوة القرآن والذكر إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وما زال أهلنا في جالو يحتفلون في كل عام بمولد السيد محمد بن علي السنوسي الكبير في 9 من شهر صفر من كل عام، ينحرون الإبل ويذكرون الذكر ويتلون القرآن ويطعمون الطعام، وهذا دأبهم، ونحن بذلك نتشرف بهذه المصاهرة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم الأستاذ فيصل فخري وأن يسكنه فسيح جناته. وأنا أقول أن الأستاذ فيصل فخري من الذين بإذن الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بإذن الله. وباسمنا نتقدم لابنتنا والدة هذه الذرية بخالص العزاء، وندعو لها أن يعينها الله في تحمل المسؤولية بعد هذا الفقد الجلل. قدر بنغازي في هذه الأيام أنها فقدت قامتين من قاماتها وعلمين من أعلامها، الأستاذ فيصل فخري والأستاذ عبد القادر غوغا. وعبد القادر غوغا يعرفه الجميع
الكشاف المخضرم والقائد الكشفي المخضرم رحمهم الله جميعا. وعندما نذكر الكشافة لا يمكن لنا ولكم أيضا أن تنسوا أن تدعوا بالرحمة وتذكروا بالعرفان وبالجميل للراحل الكبير الكشفي القائد سالم سويكر رحمه الله، ندعو له بالرحمة. إن لله وإنا إليه راجعون. أستاذ فيصل، ليجيب الحزن وليجيب إبكاء، نقول فيصل فخري رمز اليوم فقدنا، كان بالبرامج في الحياة يسعدنا، رمز عنا غاب، صاحب ثقافة تقول كتاب، وين تسمع لازم تنال إعجاب، بأسلوب واضح يقول ويرشدنا، رمز غاب علينا ولا تلومنا ولا يلومنا واحد إن كان بكينا، تاريخ عقب ينقرا يزهينا ويستحق الشهادة اليوم شهدنا، رمز ودعناه شعب ليبيا مو حال ما تنساه، رمز ودعناه شعب ليبيا مو حال ما ينساه، الله يرحمه باقي مكان اخطاه، من حقنا نبكو بقو جهدنا، فيصل فخري فارق داره يا العصارة، لكن سيتا ما توارى، فيصل فخري فارق داره، فيصل فخري يا حبانا فارق وحزننا لغيابه، فيصل فخري في عزانا كيف احبابه كيف اصحابه، فيصل فخري فيصل فينا دار مكانه، باسلوبه وبطيب وجابه، ما عمره ضيف جيرانه في شيبه وايام شبابه، راجل زين وعالي شانه بقداره في دار صوابه، فيصل مو سهل نسيانه في مشواره، فارس غير الله اختاره، فيصل فخري فارق داره يا العصاره، لكن صيته ما يتوارى، فيصل فخري اللهم اغفر له وارحمه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. باسمي وباسم الاتحاد العام واتحاد الفرع على القوه المنطقه الشرقيه والاربع اتحادات التابعه للاتحاد العام لألعاب القوه وجميع الرياضيين المنتسبين لهذه اللعبه، نتقدم الى القامه الكبيره ونتمنى الله ان يسكنه في ساحة جناته باذن الله الاستاذ الفاضل، انا اعتبره هو الصندوق الاسود لاي شيء في الرياضه، هو كان مخبى عند الاستاذ فيصل فخري، نسال الله ان يدخله في فسيح جناته وان يصبرنا ويصبر جميع الذين لهم علاقه بهذه الشخصيه الرائعه، نتمنى من الله عز وجل ان يسكنه في ساحة جناته. شكرا لكم وندعو له دائما بالمغفره والرحمه ان شاء الله يا رب العالمين. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله في محكم كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. نقف اليوم غير معترضين على حكم الله وقضائه، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الأستاذ فيصل فخري يعجز اللسان عن ذكر مآثره ودمث أخلاقه، فجمع بين سمو الخلق قلما تجدها في هذا الزمان، وبين مهنية إعلامية قمة في الأمانة، فكان موسوعة رياضية سوف تظل مرجعية لكرة القدم الليبية على مدى التاريخ، فرحمة الله عليك ونسأل الله أن يعوضنا فيك خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق تبارك وتعالى: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. السادة، وكالة الأنباء الليبية، الهيئات الإعلامية والاتحادات الرياضية، الحضور الكرام، السادة الأشراف الأدارسة وكل الحاضرين، من بدأ انتهى ومن عاش مات، هذه هي الدنيا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا،
وما تدري نفس بأي أرض تموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فنحن لحكمه سبحانه وتعالى راضون، والاختلاس الملون مترقبون، سائلين المولى تعالى ما بشر به الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. لقد تلقينا بمزيد من الحزن والأسى هذا الصباح نبأ وفاة شقيقة المرحوم السيد فيصل السيدة بلقيس فخري صفي الدين، ناظرة أوقاف الإمام ابن السنوسي بالأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية. هذه السيدة التي كافحت وناضلت وخاضت المعارك القانونية بالمحاكم السعودية حتى حافظت على هذه الأوقاف وأصبحت على خير ما يرجى لها، فجزاها الله عنا خير الجزاء واجمعها مع شقيقها في الفردوس الأعلى من الجنة. السادة الحضور الكرام، أصالة عن نفسي ونيابة عن الأسرة السنوسية وعلى رأسهم كل من السيد السنوسي صفي الدين أحد العاملين القدامى بهيئة الشباب والرياضة، وشقيقي السيد أمين صفي الدين أبناء المجاهد السيد صفي الدين قائد معركة القرظبية الشهيرة، والمناضل السجين المظلوم أقدم السجناء السياسيين السيد أحمد الزبير السنوسي وشقيقه الأديب الشاعر السيد راشد الزبير السنوسي، والحكم الدولي السيد حنبلي العربي السنوسي وباقي الأسرة السنوسية، نثمن عاليا ونشكركم على هذه اللفتة الكريمة وهذا الوفاء تجاه هذه القامة الإعلامية الرياضية الذي أثرى المكتبة الرياضية في ليبيا تاريخ الرياضة ليبيا ودوليا. أجارنا الله وإياكم في هذا المصاب الجلل، وأحسن الله عزاءنا وغفر الله لموتانا، وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان، وأن يجعلهم مع الذين أنعم الله عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول رسولنا الكريم: يموت ابن آدم وينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. اللهم اجعل أبنائه الدكتور محمد والدكتور المهدي خير خلف لخير سلف. نشكركم وبارك الله فيكم جميعا، ونشكر الذين تكبدوا المجيء من إخواننا من المنطقة الغربية من جميع المناطق، وعلى رأسهم السيد الدكتور محمد الشحومي، ولا يحضرني السادة الكرام الذين سبقوني بالكلمات أن نقول بارك الله فيكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأت من الجنة مقعدا. اللهم لا يريكم مكروه في عزيز لديكم، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإننا لفراقهم لمحزونين، إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. السادة الحضور الكرام، نبدأ الآن مراسم توزيع الأوسمة والقلائد والشهادات لأسرة فقيدنا الراحل. السيد موسى السيد والسيد وليس الحداد والإعلامي زين العابدين برقان.